إن بيروت كانت وستبقى عاصمة المارد الأزرق والوفاء لرفيق الحريري وعاصمة متابعة المسيرة مع سعد الحريري، ولا شيء في الكون يمكن أن يغير لونها أو يستولي على قرارها أو يمحي دورها. هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال مهرجان شعبي حاشد أقامه النادي الرياضي في المنارة تكريما للرئيس الحريري، حضره مرشحو لائحة المستقبل لبيروت، حيث توجه إلى أبناء العاصمة بكل مناطقها بالقول: ما أجمل وفاؤكم وما أجمل محبتكم، صحيح أنني ابن رفيق الحريري ورئيس الحكومة ورئيس لتيار المستقبل ومرشح يطلب ثقتكم في الانتخابات، ولكن قبل كل شيء أنا واحد منكم. أنا واحد منكم وقصتي مثل قصتكم. يلي بيشمتوا فيي وبيتهموا إنه أهلي ببيروت بيتوهموا إنه أهلي ببيروت وبكل لبنان حيتخلوا عني لأني عم واجه مشاكل مالية، مش فهمانين شيء ومش فهمانين إنه المشاكل المالية ما بتغيرني، مش فهمانين إنكم أنتوا كمان بتواجهوا مشاكل مالية وما بتتغيروا لا مبادئكم ولا أخلاقكم ولا كرامتكم، مش فهمانين شيء. أنا وياكم ما منياس، أنا وياكم مثل هالملاكم اللي بيدخل الحلبة وبيواجه ملاكم بلا أخلاق وبلا شرف وحكم زعبير كمان وبيضل واقف. اسمعوني، خليني أكملكم القصة، قصة حلوة. بياكل ضربة وتانية وتالتة وبيوقع مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة بيرجع بيوقف. وبيوقع مرة رابعة، والكل بيعتقدوا انه خلصت القصة، وبيبلش الحكم يعد: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وبيرجع بيوقف. وبيرجع بيواجه وبيرد الضربات، وبالآخر رغم كل شيء بيفاجئ الجميع وبينتصر. أنا وياكم ما منيأس، أنا وياكم منواجه، أنا وياكم مننتصر بإذن الله. قصتنا بتشبه بعضها، وقصتنا بتشبه بيروت، وأنا متأكد إنه بيروت دايماً 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 بترجع بتوقف بترجع بتنتصر بإذن الله. الرئيس الحريري أشار إلى أنه خلال جولاته اكتشف محبة الناس في كل المناطق لبيروت. الفاكرين إذا كدسوا اللوايح بوجه تيار المستقبل فيهم يشيلوا روح رفيق الحريري من تراب بيروت؟ مفكرين إنه إذا تجمعوا ضد سعد الحريري فيهم يكسروا كرامة بيروت؟ اليوم وبكرة وبستة أيار وبكل زمان ومكان ما في شيء بالكون ممكن يغير لون بيروت ويستولي على قرار بيروت أو يمحي دور بيروت. مين بده يقدر يخطف منكم قرار بيروت؟
هلا بشلح الجاكيت. ها مين بده يقدر يخطف منكم قرار بيروت؟ حاولوا بسبعة أيار وبقيت بيروت خرزة زرقاء بعيون كل مين بيحاول يهنتها، وبستة أيار بعد ست أيام رح يسمعوا صوت بيروت بصناديق الاختراع. الرئيس الحريري قال إننا سنعمل ليل نهار لنقلب الطاولة على كل من يفكر أن يخطف قرار العاصمة.